مفيش بقى ان انت تعملي اكل او تطبخي هنا في الشارع. كنت بطبخ اكل انا بس كنت بطبخ وناكل هنا في الشارع. هنا في الشارع برضه؟ ايوه. اه طب ودلوقتي؟ ودلوقتي بقى بياكلني متفرغ الاكل بقى. انت قاعده هنا من شهر كام؟ انا من الشتاء. من الشتاء وانت قاعده هنا، انت وابنك وبرضه رايت عيال. ايوه عيال. اه اه وجوز حضرتك؟ وجوز حضرتك عيال. لا انا اقصد انتوا الثلاثه قاعدين هنا. ايوه احنا طب والنبي انت كل احلام حضرتك شقه او اوضه او اوضه اقعد فيها الست وداخل شهري ثابت مظبوط كده؟ اقعد فيها الست والدخل شهري ان انت تصرفي مني وقرش اصرف منه اكل منه. شكرا لك يا حاجه نوره. زي ما حضرتك شايفين ان الست نوره يعني سيده مصريه بسيطه هنا من في محافظه الفيوم بتعاني من بعض الامراض. كانت ساكنه في غرفه هنا وطبعا صاحبه الاوضه طردتها من الغرفه عشان ان طلبت زياده ايجار الغرفه ل 1000 جنيه وهي ما فيش دخل ثابت. يعني زي بتقول ابنها مريض وجوزها ايضا مريض بيطلع ابنها يعني يشتغل باليوم على عربيه بطاطا. قالت ان يومه حوالي 20 او 30 جنيه فطبعا ده ما يكفيش ان هو هي تقدر تلاقي غرفة او تصرف على علاجها واكلها وشربها. اضطرت زي ما حضرتك شايفين ان هي عايشة هنا في الشارع احد الاماكن هنا في الفيوم بتنام هنا في الشارع حياتها كلها بتقضيها هنا. نتمنى طبعا ان الناس تنظر لحالة الحاجة نورة حد يوفر لها غرفة تسكن فيها باجر رمزي. هي ظروفها الصحية والمادية ما تسمحش لاكثر من ان هي تدفع الايجار 1000 جنيه في الشهر. نورة يعني لو قلنا ان انت هتقولي كلمة لحد توجهي كلمة لمين؟ لسيادة المحافظ. تقولي له الدكتور احمد الانصاري. الدكتور احمد الانصاري. اه تقولي له ايه؟ عايز شقة، عايز اي حاجة عايز فيها. ما عنديش حاجة وانت وجعان. اه معلش لا اعلي صوتك بس عشان يوسف بمشي شويه واقعد شويه. الدكتور احمد الانصاري معروف عنه ان هو دايما بيقف في صف المواطن الفيوم، اي حد بيبقى عنده مشكله بيروح للدكتور احمد الانصاري وبيستجيب ليه. ما فكرتيش حضرتك ان انت تروحي للدكتور احمد؟ ما فكرتش. ليه؟ ما اعرفش مكانه. اه ما تعرفيش تروحي لحد المحافظه؟ ما اعرفش. حاجة نورة انت قبل مرض حضرتك كنت بتشتغلي؟ كنت بشتغل في البيت وبطلت. اه الظروف الصحية بطلت؟ ظروفي مفيش بقى خلاص عيد. طب ليه مثلا جوز حضرتك انت عشان ظروف حضرتك ما بتقدريش تتحركي؟ يعني واضح ان انتوا على الفطرة مش عارفين تتحركوا. مش عارف اتحرك. وجوز حضرتك برضه يعني ما طيب لو بريت انا بليك اقعد فيها. اه سلم يقعد واستحمى فيها كله. بتعاني هنا في الشارع برضه درجه الحراره؟ آه والله برد ومطر. بقعد هناك في الظل بتاعت السجن. السجن كان قاعد والله في الشارع باجي بالليل وانا ربنا بيرزقني بوقفه باكلها اي حاجه. احنا بنعرض حالة الست نورة طبعا ودي رسالة للدكتور معالي الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم. قاعدين بيه دايما ان هو دايما بيقف بيتابع الحالات الانسانية وبيتابع ظروف الناس وبيقف مع الناس. وان شاء الله نتمنى من الدكتور احمد الانصاري ان هو يتبنى حالة الحاجة نورة هنا عايشة في الشارع هنا في الفيوم في منطقة بغوص. نتمنى من الدكتور أحمد الأنصاري إنه ينظر لحالة الحاجة نورة وده عهدنا بيه دايما إن هو بيستجيب لنا باستمرار وحالات أبناء الفيوم هنا. شكرا ليك يا حاجة نورة.